وشون مثلا تجي يمك يقعد وياك يسولف وياك وهذا ويطلع يحكي وراك هذا كذاب. هذا قصيدة هذا أعرفه، أعرف من أفعله، من يحكي أعرف هذا الكذب. جينا أحكي خارج النطاق يحكي تعرف هذا كذاب، مرة مرتين مرة تعرف هذا كذاب صديق. عندك أصدقاء كذابين؟ إيه عندي أصدقاء أعرفهم يحكي لا أعرفهم كذابين، ما يعرفون هذا كذب يكذب. مرة مرتين ما أصدقه واحد يكذب مرة واحدة مرتين ما ثلاثة هذا أعرف كذا ما أصدقه يحكي ما أصدقه. جسمه بيزة هذا جسمه بيزة من صديقك يقع في ورطة تعرف تكذب تخلص من هذا الورطة، فهذا يسموه كذبة بيضة. مرحبا. يا وسهلا. شلونك حبيبي؟ على راس الله يسلمك. شلون تعرف الشخص الكذاب من الشخص الصادق؟ والله من يظل يوعدك وما يوفي بوعده مبين كذاب. الصادق من يقول لك على شغلة ثاني يوم أو أول يوم يسوي لك هيك، ما هذا صادق. تطلب واحدة فلوس و... والله هم اثنين مو واحد، واحد منهم مهند وواحد منهم حمود يقول يعني تذكر اسمائهم؟ اي والله ما سمح يجون موجودين، اثنيناتهم ما مضبوطين يعني كذابين؟ والله ينطون وعد بالكذب. شنو اسمائهم؟ مهند وحمودي. مهند وحمودي راح تشوفون اللقاء على قناة دجلة. هو حبل الكذب قصير يعني اللي ينكشف.